السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 12 من سلسلة تمارين درس الجداء السلمي في الفضاء. إذا في التمرين رقم 12 غادي نشوفوا كيفية تحديد تقاطع مستوى وفلكة. إذا بشكل عام لدراسة تقاطع مستوى وفلكة، نحدد أولا المسافة بين مركز الفلكة والمستوى. إذا كنحسبوا المسافة بين مركز الفلكة اللي هي أوميغا في هذه الحالة والمستوى ب. الخطوة الثانية هي مقارنة هذه المسافة مع شعاع الفلكة. إذن غيكون عندنا ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى غادي يكون عندنا هذه المسافة دي أكبر من الشعاع، يعني المسافة بين مركز الفلكة والمستوى ب أكبر من شعاع الفلكة. في هذه الحالة المستوى يوجد خارج الفلكة، وبالتالي المستوى بي والفلكة إس لا يتقاطعان. الحالة الثانية غادي يكون عندنا دي المسافة كتساوي الشعاع، فهاد الحالة المستوى غيكون مماس للفلكة في واحد النقطة. هاد النقطة عاش هي المسقط العمودي ديال مركز الفلكة على المستوى. كنديرو المسقط العمودي نقطة التقاطع اللي هي نقطة التماس كنسميوها عاش. في الحالة الثالثة غيكون عندنا دي أصغر من R، يعني غيكون عندنا المستوى يخترق الفلكة. فالحالة المستوى بي يقطع الفلكة وفق دائرة سي مركزها عاش. عاش هو المسقط العمودي كذلك لأوميغا لمركز الفلكة على المستوى، وشعاعها R. كيفاش كنحددو R؟ إذا كيبان لنا هنا واحد المثلث قائم الزاوية، كنطبقوا مبرهنة فيثاغورس المباشرة. إذا كيكون عندنا R مربع، يعني مربع الوتر كيساوي D مربع زائد R مربع. حنا كنقلبوا على R يعني مركز أو شعاع الدائرة. إذا A مربع كتساوي لنا R قرون R مربع ناقص D مربع، وبالتالي كنديروا الجذر مربع. إذن كيساوي لنا الجذر ديال R أس 2 ناقص D أس 2، يعني الجذر مربع ديال مربع الشعاع ناقص مربع المسافة بين مركز الفلكة والمستوى. إذن غنحاول دابا نشوفوا الحالة الأولى. إذن لندرس تقاطع الفلكة S والمستوى B. إذن أول حاجة عندنا الفلكة معرف بالمعادلة التالية: x مربع زائد y مربع زائد z مربع ناقص 4x زائد 2y زائد 1 تساوي 0. إذن أول خطوة سنقوم بها زائد 2z. إذن أول خطوة سنقوم بها هي تحديد شعاع ومركز الفلكة. إذن لنحدد مركز وشعاع S. إذن لتكن M X Y Z نقطة من الفضاء، إذن M النقطة M تنتمي إلى الفلكة، تكفي أن المعادلة التالية محققة، أي معادلة الفلكة زائد 2Z زائد 1 تساوي 0. إذن كنحددو الشعاع، إذن كنجمعو لي زيكس. إذن عندنا X مربع ناقص 4X زائد y مربع، إذن ما عنديش هنا y، زائد z مربع زائد 2z زائد 1 تساوي 0. إذن كنحاولوا نلقاو واحد المتطابقة هامة. إذن كنضيفوا 4 للطرفين المعادلة. إذن عندنا x مربع ناقص 4x زائد 4. إذن ممكن ندير واحد تساوي هنا. إذن ضفنا هنا 4 غادي نضيف كذلك 4 هنا،
اذا زائد إيكغيك مربع ما عندناش فيها مشكل. اذا زد مربع زائد جوج زد، اذا كنضيف واحد باش نحصل على متطابقة هامة، اذا كنضيف حتى في الطرف الثاني للمعادلة. داكشي اللي كنضيفه في الطرف الاول كنضيفه في الطرف الثاني، او اللي ضفناه في الطرف الاول بجوج كنضيف واحد ناقص واحد، اذا زائد العدد واحد. اذا عندنا اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان زائد إيكغيك اثنان زائد هذه معادلة زد زائد واحد الكل أس اثنان، إذا تساوي عندنا واحد واحد، إذا كيبقى لنا أربعة أي اثنان أس اثنان. وبالتالي إذا أس هي الفلكة التي مركزها أوميغا. إذا المركز أوميغا، إذا عندنا هنا مركز هي جوج صفر، وهنا عندنا زائد واحد، إذا حنا كنعرفو بأن في القاعدة كتكون عندنا زد ناقص زد أوميغا، يعني زد ناقص ناقص واحد، إذا هنا ناقص واحد، وشعاعها آر كيساوي لنا اثنان أو جذر أربعة اللي هي اثنان. الآن لنقارن دي اللي هي المسافة بين أوميغا والمستوى بي و ار. إذا أول حاجة كنحسبو دي، إذا عندنا المستوى بي معرف بالمعادلة التالية، إذا هي أربعة إكس زائد ثلاثة إيكغيك زائد أربعة تساوي صفر. إذا المسافة بين أوميغا والمستوى بي تساوي ماذا؟ إذا عندنا واحد الصيغة تنطبقوها، إذا القيمة المطلقة، إذا كنعوضو أربعة إكس أوميغا زائد ثلاثة إيكغيك أوميغا زائد أربعة على المربع ديال معاملات إكس و إيكغيك و زد. إذا أربعة أس اثنان زائد ثلاثة أس اثنان، إذا نزيد ما عندناش، يعني غتكون صفر أس اثنان بلا ما نديرها. إذا كنعوضو، إذا أربعة إكس أوميغا هي اثنان زائد، إذا حنا لقينا إكس لقينا أوميغا الحداثية ديالها جوج صفر ناقص واحد، إذا زائد ثلاثة في صفر زائد أربعة على أربعة أس اثنان هي ستاش، ستاش زائد تسعود، إذا عندنا ثمانية زائد أربعة هي اتناش، هادي كتعطينا صفر، إذا اتناش على الجذر ديال خمسة وعشرين أي اتناش على خمسة. وبالتالي دي تساوي 12 على 5، وحسب المعطيات عندنا R تساوي 2. إذن ماذا وجدنا؟ وجدنا أن دي 12 على 5 راهي جوج فاصلة، إذن دي أكبر من R، وبالتالي S و P، إذن S و P لا يتقاطعان، يعني تقاطع ديالهم، يعني S تقاطع P كيساوي لنا المجموعة الفارغة، يعني أن المستوى P يوجد خارج الفلكة S. نمر الآن إلى الحالة الثانية واللي غادي نحدو فيها دراسة تقاطع S و P. S المعادلة ديالها هي X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص جوج X زائد جوج Z زائد واحد تساوي صفر، والمستوى P المعادلة ديالو X ناقص جوج Y زائد جوج Z ناقص واحد تساوي صفر. إذن أول خطوة كنقوم بها هي كنحدو الشعاع والمركز ديال الفلكة. إذن لنحدد،
إذن لنحدد مركز وشعاع الفيل كاس. إذن عندنا المعادلة الفيل كتكتب على هذا الشكل: x مربع زائد جوج زائد y مربع زائد z مربع ناقص جوج x زائد جوج z زائد واحد تساوي صفر. إذن كنجمع لي x، إذن x مربع ناقص جوج x. إذن كنحاول هنا باش ندير متطابقة هامة، كنضيف واحد كنرجع نقص واحد زائد y مربع. إذن ما عنديش هنا، عندي غير y مربع. إذن زائد z مربع زائد جوج z. إذن كذلك باش نكمل المتطابقة الهامة غنضيف واحد ونقص واحد زائد واحد تساوي صفر. إذن عندنا متطابقة هامة x ناقص واحد الكل أس اثنان، زائد إذن الواحد غادي نخليه تلتالي، زائد y مربع زائد متطابقة هامة على شكل y مربع y زائد واحد الكل أس اثنان. إذن ناقص واحد مشات مع زائد واحد كيبقى لنا ناقص واحد، هذه غنديها للطرف الثاني غترجع واحد. إذن هي واحد أس اثنان، واحد هي واحد أس اثنان. إذن مركز S هو النقطة أوميغا، الإحداثيات ديالها أنا خصني ننتبه للإحداثيات دائما في القاعدة كيكون عندنا X ناقص X أوميغا. إذن هنا X ناقص واحد، إذن هي الأفصول هو واحد، هنا Y إذن عندنا صفر، وهنا Y زائد واحد أي Y ناقص ناقص واحد، إذن هنا يكون ناقص واحد. والشعاع اللي غنسميه R واللي كيساوي لنا واحد. إذا حددنا مركز وشعاع الفلكة. الآن دابا غادي لنقارن ماذا؟ لنقارن المسافة بين المركز ديال الفلكة والمستوى بي مع من؟ مع الشعاع R، باش نعرفوا الحالة اللي غادي نطبق هنا. إذا نحسبوا المسافة، إذا عندنا المعادلة ديال المستوى بي تكتب على شكل، إذا المعادلة ديال المستوى بي تكتب على شكل x ناقص جوج y زائد جوج z ناقص واحد تساوي صفر. وبالتالي المسافة ما بين أوميغا وما بين بي حسب العلاقة، إذا هي القيمة المطلقة إذن ديال x أوميغا ناقص جوج y أوميغا زائد جوج z أوميغا ناقص واحد على الجذر مربع ديال، هنا كندير المعاملات ديال أ مربع، المعاملات إذا عندنا واحد x إذن هي واحد مربع زائد ناقص جوج أي زائد ناقص اثنان أو كاري زائد اثنان مربع. إذن هاد هنا كندير المربع ديال من ديال الإحداثيات متجهة المنظمية. إذا إلا بغينا نخرجو المتجه المنظمية ديال بي غتكون هي واحد، إذا حنا ناقص جوج إيكري إذن هي ناقص جوج، كناخدو العدد بالأفصول بالإشارة ديالو. إذا حنا عندنا واحد إكس، هنا عندنا ناقص جوج إيكري، وهنا عندنا جوج زيد أي العدد جوج. إذا أن هي المتجه المنظمي ديال بي، وبالتالي كندير الجذر المربع ديال من ديال الإحداثيات ديال أن. إذن كنحسبو، كنعوضو بالإحداثيات ديال أوميغا اللي لقينا. إذا الأوميغا لقينا واحد صفر ناقص واحد، إذن هي واحد ناقص جوج في صفر زائد اثنان في ناقص واحد ناقص واحد على ماذا؟ على الجذر. إذا نجمعو هنا عندنا واحد مربع هي واحد زائد ناقص اثنان مربع هي أربعة زائد أربعة، إذا تساوي، إذا عندنا ناقص اثنان في صفر مشات، إذا واحد اثنان في ناقص واحد هي ناقص اثنان، إذا ناقص اثنان ناقص واحد هي ناقص ثلاثة زائد واحد هي زائد
اثنان او ناقص اثنان، اذا القيمة المطلقة ديال ناقص اثنان على جذر تسعة، اي اثنان لان القيمة المطلقة ستكون موجبة، وجذر ديال تسعة هو العدد ثلاثة. اذا لقينا دي كتساوي لنا جوج على ثلاثة، وعندنا ار كتساوي لنا واحد. طبيعة الحال هنا قسمنا جوج على ثلاثة غيعطيني صفر فاصلة، اذا غيكون عندنا دي اصغر من ار. اذا لدينا دي اصغر من ار، يعني المسافة بين المركز ديال الفلكة والمستوى اصغر من شعاع الفلكة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا القاعدة الحالة الثالثة، يعني دي اصغر من ار، وبالتالي المستوى بي يقطع اس في ماذا؟ في دائرة سي مركزها اش وشعاعها بوسيت ار، كتساوي لنا الجذر المربع ديال ار مربع ناقص دي مربع. اذا المستوى بي يقطع الفلكة اس وفق دائرة مركزها، هذيك المركز نسميه اش، مركزها اش وشعاعها بوتيتر، اللي كيساوينا الجذر مربع ديال ار مربع ناقص دي مربع. اذا نحسبوا الشعاع ديال الدائرة، اذا هو الجذر ار مربع هي واحد مربع ناقص دي، اذا دي مربع هي جوج على ثلاثة مربع. اذا الجذر ديال واحد، اثنان على ثلاثة الكل اثنان هي ربعة على تسعود، اذا الجذر ديال تسعود ناقص ربعة على تسعود، اي الجذر ديال خمسة على تسعود، اي الجذر ديال خمسة والجذر ديال تسعود هي العدد ثلاثة، بالتالي ار تساوي جذر خمسة على ثلاثة. اذا شنو بقى لي نحدد؟ بقى لي نحددو احداثيات اش. اذا لنحدد، اذا لنضع او لنحدد متلوت احداثيات اش، اللي غنوضع هو اكس ايغريك زد. اذا اش هي ماذا؟ اذا ملي كيكون عندنا الفلكه وعندنا واحد المستوى، فاش هي المسقط العمودي ديال من ديال اوميغا على المستوى. اذا اش هي المسقط العمودي، يعني اش كتنتمي لواحد المستقيم اللي غنسميه دلتا. هذا المستقيم هذا غيكون مار من اوميغا وعمودي على المستوى بي. اذا اش قلنا هي المسقط العمودي ديال من ديال اوميغا على المستوى بي، وبالتالي اش كتنتمي للمستقيم دلتا العمودي على المار من اوميغا والعمودي على المستوى بي. اذا النقطة اش هي نقطة تقاطع المستوى بي وماذا؟ والمستقيم دلتا طبيعة الحال، المستقيم دلتا المار من أوميغا والعمودي على بي على المستوى بي. اذا لدينا، اذا هنا بطبيعة الحال لتحديد نقطة تقاطع مستقيم وفلكة خصني نحدد تمثيل البارامتر ديال المستقيم دلتا، وباش نحدد تمثيل البارامتر ديال المستقيم دلتا خصني نلقى واحد المتجهة موجهة لدلتا ونلقى نقطة. اذا النقطة عندي هي اوميغا، والمتجهة الموجهة خصني نلقاها. اذا لدينا ان
لدينا المتجهة المنظمية ديال بي. هاد المتجهة المنظمية ديال بي بما أن دلتا راه عمود على بي، فالمتجهة المنظمية ديال بي خصها تكون متجهة موجهة لدلتا. إذا لدينا ان واحد ناقص جوج جوج متجهة، مالها متجهة منظمية على بي، أي متجهة موجهة لدلتا. ومنه تمثيل بارامتري لدلتا هو، إذن باش ندير واحد التمثيل بارامتري خصني نلقى، إذا عندنا دلتا واحد المستقيم معرف ماذا؟ معرف بواحد النقطة أوميغا اللي الإحداثيات ديالها كما لقينا هي واحد صفر ناقص واحد، وواحد المتجهة موجهة اللي الإحداثيات ديالها واحد ناقص اثنان اثنان. إذا التمثيل البارامتري ديال دلتا كتكتب على شكل إكس تساوي إيكغيك تساوي وزد تساوي، إذا تساوي ماذا؟ تساوي الإحداثيات ديال واحد النقطة، إذا الأفصول يعني واحد زائد أتي يعني واحد تي اللي هي تي. إيكغيك تساوي ماذا؟ تساوي صفر ناقص جوج تي، وزد تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد زائد جوج تي. إذا المعاملات ديال تي هما الإحداثيات ديال ان، أو ديال ان ديال المتجهة الموجهة، والأعداد اللي كاينة هنا واحد صفر ناقص واحد هما الإحداثيات ديال نقطة من المستقيم دلتا. طيب الحل مع تي واحد العدد ينتمي إلى ار، نقدر ندير تي، نقدر ندير تي إشارة أو أي مجهول أو أي عدد ينتمي إلى ار. إذا عندنا التمثيل البارامتري ديال دلتا، وعندنا المعادلة ديال المستوى اللي كتكتب على شكل x ناقص جوج y زائد جوج z ناقص واحد. إذا بطبيعة الحال خصنا نحدو نقطة التقاطع، وتحديد نقطة التقاطع إذا عندنا h يعني نقطة التقاطع لمن كتنتمي لدلتا تقاطع المستوى بي. شنو كيعني هذا؟ هذا يكافي أن h كتنتمي لدلتا و h كتنتمي لبي. إذا باش نلقاو الإحداثيات ديال h شنو كنديرو؟ كنعوضو x و y و z بالقيم ديالهم في المعادلة ديال المستوى بي. إذا نعوض ماذا؟ نعوض x و y و z على التوالي بماذا؟ إذا نعوض x باش كنعوضها؟ كنعوضها بواحد زائد t، و y كنعوضها بناقص جوج t، و z كنعوضها بناقص واحد زائد جوج t. إذا نعوض x و y و z على التوالي ب في معادلة المستوى. إذا شنو كنلقاو؟ إذا معادلة المستوى عندنا هي هذه. إذا كنعوضو x بواحد زائد t ناقص جوج y، أي ناقص جوج كنعوضو y بناقص جوج t، زائد جوج z، إذا زائد جوج عامل ناقص واحد زائد جوج t ناقص واحد، ده هنا تساوي صفر تساوي صفر. إذا كنديرو النشر. إذا عندنا واحد زائد جوج تي، عندنا ناقص جوج في ناقص جوج تي هي زائد أربعة تي، وجوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، وجوج في جوج تي هي جوج تي ناقص واحد تساوي صفر. إذا كنجمعو المجهول. إذا عندنا جوج تي زائد جوج تي زائد أربعة تي
إذن فوالا هنا عندنا واحد الايرور. هنا كيكون عندنا تي ماشي جوج تي، هنا تي. اذا هنا عندنا 4 تي، الى ان جوج في جوج تي هو 4 تي. اذا تي زائد 4 تي زائد 4 تي هي 9 تي. بالنسبه للاعداد عندنا 1 ناقص 1 مشات، بقاتنا ناقص 2. اذا ناقص 2 غنديها للطرف الثاني غتولي 2. إذن تي تساوي ماذا؟ تساوي 2 على 9. إذن لقينا تي، وبالتالي شنو غادي ندير دابا؟ غادي نعوض تي بالقيمة ديالها في النظمة. إذن نعوض تي بقيمتها في التمثيل البارامتري اي النظمة ريلي لي دلتا. اذا كنعوضو تي بتمثيل البارامتري، اذا شنو كيبقى عندنا؟ شنو كيولي عندنا؟ اذا اكس يساوي ماذا؟ 1 زائد تي، اي 1 زائد 2 على 9. ايكغيك يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 2 تي، اي ناقص 2 مضروبة في 2 على 9. وزيد يساوي ناقص 1 زائد 2 تي، اي ناقص 1 زائد 2 مضروبة في 2 على 3. اذا كنحسبو، اذا عندنا 1 زائد 2 على 9، اذا كنوحدو المقامات 9 على 9، اذا هي 11 على 9. ايكغيك تساوي ناقص 4 على 9. وزاد اذا عندنا ناقص 1 زائد 4 على 9، إذن هي ناقص 9 على 9 زائد 4 على 9، أي ناقص 5 على 9. وبالتالي إحداثيات أش هي 11 على 9، ناقص 4 على 9، وناقص 5 على 9. إذن باش نتأكدوا بأن هذه الإحداثيات راها صحيحة، كيمكن لي نعوضها في المعادلة ديال المستوى، وكذلك في التمثيل البارامتري، وخصني نلقى بأن المعادلة محققة وكذلك التمثيل البارامتري محقق.